هل فعلا بيرستاو عنده ازمه في الاهلي؟ لا بيرستاو مش عنده ازمه. هو بص عشان نبقى متفقين عشان بس يبقى الكلام مش مبرر, بيرستاو زعلان زعلان عشان هو كان عايز يشارك المباراه مديامة بالكامل, لكن الجهاز الفني ومحلل ومدرب الاحمال اللاعب جه ما اتمرنش الا تمرينه واحده فقط لا غير ليله المباراه بتاعت مديامة. الماتش اللي هو جه يوم الماتش كان السبت, جه يوم الخميس اتمرن الجمعه بس, فهم ادوا له هو متضايق, لكن هو عامل مشكله لما عملش مشكله خالص. ايوه متضايق ليه؟ انت جاي لاعب ماتشين مع جنوب افريقيا تقريبا بالكامل يعني ما شاء الله. بيرستاو تحديدا كان الله يمسيه بالخير بيتسو موسيماني ما كانش بيسيبه سليم لما يلعبه, فالراجل كان بيتصاب كل شويه, فالراجل مارسيل كولر واضح جدا وبيتعامل مع بيرستاو بدنيا بشكل كويس جدا, فالراجل اصاباته قلت كتير جدا في النادي الاهلي. هو بقى كان زعلان ليه؟ يعني في سبب واضح لغيابه عن المباراه. بيرستاو بيحب جدا يلعب ويبدا المباريات هو في طبيعه شخص, لكن هو شخص مش مسر للمشاكل. يمكن ناس كتير يعني حتى بص انت لاحظ وانت متابع واحمد والاستاذ حاتم متابعين, مش هتلاقي بيرستاو ليه نشاط حتى جوه القاهره, ما تلاقوش راح محل. بيرستاو من البني ادم البيتوتي جدا اللي هو التمرين البيت, عمرك ما تشوف له صوره قدام هرم قدام مثلا برج ولا حاجه من الكلام ده خالص. بيرستاو ملتزم جدا مش بتاع مشاكل. على فكره الناس اللي بتقول لك ان مثلا اتخانق مع اولا ده بيتكلم الماني وده بيتكلم انجليزي, طب هم فاهموا بعض ازاي؟ يعني الناس اللي بتتكلم لك ده كان بيشوح له, طب ده خالد الجوادي جه المشهد اللي الناس بتتكلم عليه, خالد الجوادي جه في نهايه اللقطه هو وخالد نيمو, طب الكلام كان ازاي؟ الراجل بيقول له روح, قال له لا اصل انا هدخل اكمل جيم, مدرب الاحمال عامل لي جوه ان انا اتمرن جيم. فكان الموضوع اللاعب على فكره هو عنده حاليا شد في العضله الخلفيه, شد خفيف جدا, ويوم بيوم الخميس هيبقى فيه فحص طبي ليه عشان يشوفوا ان كان يلحق ماتش يسافر معاهم ماتش يانج افريكانز من عدو. يعني هو ما عندوش مشكله, لا هو زعلان. ابص الامر واضح, اصل اللي بيقولش الحقيقه غلطان, هو زعلان او زعلان. لكن هل دخل في خناقه ومشكله ولا مش الكلام ده؟ ما عملش كده اصلا, لان هو بيرستاو طبيعته سيبك من حتى فتره الاهلي, هات كل الفترات السابقه التاريخ بيبان على فكره اللاعب بتاع المشاكل. انا لو قلت لك كهرباء على فكره حتى لو ما عملش الناس تصدق عليه لان هو طبعه كده. لكن بيرستاو مش بتاع مشاكل خالص. ده انت هنا في القاهره اللاعب ليه ثالث سنه دلوقتي, هات لي صوره واحده ليه بره استاد مختار التتش, ما بيخرجش, بيطلع من النادي على الشقه اللي النادي الاهلي واخدها له وما فيش اي مشاكل خالص. يا ريت اللعيبه كلها تبقى بيرستاو, يا ريت. يعني عندنا لعيبه احنا كتير زي بيرستاو جدا الحمد لله بيروح التجمع.